لحظات وناتي بكم الى ملخص هذا اليوم. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا نأتي إلى ملخص هذا اليوم. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، التوقيت الأفضل يذهب مع ذيبة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا للمجازف القادم من منازف الفوز والانتصار بمجسم هجن الرياسة وشوط الصعوب والإنتاج والسيارة الفاخرة النيسان بترول اشتيشن. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الثاني والخاص بالجعدان الرمز الاخر يذهب مع التبر لاحمد بن سعيد بن ريو المنصوري. تهانينا على هذا الاندفاع الرائع، 4 دقائق 25 ثانية، 3 اجزاء من الثانية. شوطنا الرابع والخاص ايضا بالابكار، طافت الطائف لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع الامتار الاخيرة، مؤكدة هذا الشعار بانه متواجد في الشوط الاول الرئيسي. كما تواجدت الطائف ب4 دقائق 35 ثانية و9 اجزاء من الثانية. تهانينا للمجازف على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الرابع أتى صخر لسليم بالحزمي بن قناص العامري باندفاع ولا أروع من خلال هذه النجومية الرائعة في رابع أشواط هذا اليوم، لينتزع السيارة بالاندفاع الكبير مهنيا أهالي سويحان ب4 دقائق 33 ثانية و5 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الخامس كانت غزل لسالم بن علي بن ذياب المشيقري هي من انتزعت الصدارة لتهدي أبناء السلطنة وأبناء ولاية القابل وميدان الدريز هذا الفوز والانتصار، محققة هذا التوقيت من 3 كيلومترات 4 دقائق 38 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا السادس كانت الطائف لسالم بن خليفة بن محمد الدرعي التي انتزعت الصدارة بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة، مؤكدة هذا الفوز لأهالي القوع والانتصار بهذا الشوط، محققة 4 دقائق 36 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا السابع شام شايم في هذا الشوط وانطلق في الأمتار الأخيرة واندفع اندفاعة ولا أروع، منذ الانطلاق تمسك بالصدارة فحافظ عليها حتى خط النهاية، فكان أيضا سيب بن محمد بن صبح الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، 4 دقائق و30 ثانية و5 أجزاء من الثانية، فحقق السرعة 50 كيلومترا في الساعة. بينما شوطنا الثامن كانت هملولة للدحب بن قنزول بن حمرور العامري، هي واحدة من الأسماء القوية والعملاقة التي حافظت على مجسم الصعوب المشتريات ب4 دقائق 33 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا التاسع كان شاهين لراشد بن حمد بن مبارك المهيري، والذي ينحدر من سلالة شاهين المهيري، كان اندفاعي ولا أروع على هذا الفوز، وكان أبناء شاهين المهيري يتنافسان على الأول والثاني، وكان 4 دقائق 36 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لأبو حمد على هذا الفوز والانتصار. الشوط العاشر ما شاء الله كانت الضرغامة لمحمد بن حمد بن حميد رعق حير الدرعي بهذا الاندفاع الكبير والأداء الرائع والنجومية من خلال هذا الشعار مهديا أهالي القوع ب4 دقائق 33 ثانية و6 أجزاء من الثانية. بينما أتى الرفيسة ليقدم شاهين عبد الله بن علي بن خلفان الرفيسة في هذا الانطلاق الرائع وفي هذا الاندفاع الجميل بالأمتار الأخيرة، محققا هذا التوقيت 4 دقائق 38 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا للرفيسة على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الثاني عشر كانت مشغلة لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي أهدت أهالي الوسبة هذا الفوز والانتصار من خلال هذه الماركة وإنتاج المختبر. إذا نجح المختبر في الاختبار من خلال تواجد سلالة مشغل، 4 دقائق 38 ثانية وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا الثالث عشر كانت مرموقة لصالح بن محمد بن سالمين العامري، هي أيضا من انتزعت المركز الأول والسلالة العريقة من خلال هذا الاسم، 4 دقائق 38 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الرابع عشر كان شاهين الذي اندفع في الأمتار الأخيرة محققا هذه السرعة الفائقة ومنطلقا مع هذه الأسماء، ما شاء الله تبارك الله، حمد بن سعيد بن مكتوم النيبي هو من تواجد ب4 دقائق 34 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.
بينما شوطنا الخامس عشر كانت بديعة لسعيد بن محمد بن حميد بن قنون الدرعي، هي من اختطفت الأضواء وفازت في هذا الشوط مهديها للقوع من خلال تواجد أشواط الصعوب. هنا الأمتار الأخيرة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 4:41:09 من الثانية، بينما شوطنا السادس عشر كان شاهين لسيف بن حمد بن حميد الدرعي، هو من انتقل في الأمتار الأخيرة إلى المركز الأول مهديا هذا الفوز والانتصار راعي حير. ولكن تهانينا لشاعرنا بأربع دقائق 39:03 من الثانية، تهانينا والناموس. بينما شوطنا السابع عشر كانت نهابة لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي أيضا عاد مرة أخرى رائق حير بأربع دقائق 38 ثانية، وفاء وتماما وكمالا من خلال تواجدي أيضا نهابة التي نهبت الأضواء في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الآخر كان هناك الإثارة، وكان بن ياعد صاحب الميدان من أثار إثارة لسعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري، أيضا له التحية والتهاني والناموس على الفوز والانتصار. 4:39:09 و9:09 من الثانية، بينما شوطنا التاسع عشر الذي انطلق من خلاله شاهين لسعيد بن محمد بن مروش التهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 4:38:00 وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس. بينما شوطنا العشرين كانت منيعة لسيف بن حمد بن حميد الدرعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بأربع دقائق 32 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لناتي بالشوط 21 الذي فاز فيه سيف بن مظفر بن محمد العامري مع القازي في هذا الشوط. وأعلن العملاق العناوي بأنه متواجد ضمن هذه الانطلاقة 4:38:00 وفاء وتماما وكمالا. بينما شوط الوداع كان أيضا أهالي القوح حاضرين من ميدان الرقيعات، فكانت مناجاة لأحمد بن راشد بن حميد الدرعي، تهانينا الرعق حير على هذا التألق الكبير والنجومية الرائعة. هذا هو 4:38:00 و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. هكذا كانت الانطلاقات، وهكذا كان اليوم الأول هنا في ميدان سويحان ومهرجانه وتسعيرة هجن الرياسة الأولى. شاهدنا المنافسة الرائعة، شاهدنا الاندفاع الكبير، شاهدنا الأعداد الكبيرة. اليوم الأول الخاص بالصعوب، هنا أيضا المجازف من بدأ بالشوط الأول. تهانينا والناموس الجميع في هذه اللحظات. أيضا شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوسط التعليق، شكرا للزميل محمد بن مية العفاري، شكرا لأسامة الهواري مخرج أيضا الميدان، شكرا لسيدة القنوات الرياضية قناة أبوظبي على النقل الحي والمباشر. في هذه اللحظات تستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محدثكم سالم بن علي الحبسي، وإلى الملتقى في يوم الغد بإذنه تعالى.